بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 42 حول موضوع الهيليكوباكتر بايلوري. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنكون مستوعبين الجنرال فيتشرز، المورفولوجي والكلتشر والباثوجينيسيس والدياجنوسيس والتريتمنت. تعالوا نشوف الجنرال فيتشرز بالنسبة للإتش بايلوري. أول نقطة وأهم نقطة إن الإتش بايلوري منتشرة في العالم كله، ما في دولة إلا وفيها إتش بايلوري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الإتش بايلوري دي استطاعت إنها تقتحم محرقة ال HCL في الاستومك واستطاعت إنها تدخل وتنمو، بالتالي هي الأورجانيزم الوحيد اللي بيعمل كولونايز في الاستومك. النقطة الثالثة انه الـ H. pylori الان مصنفة تايب 1 كارسينوجين، وحنعرف كيف تعمل. النقطة اللي بعدها انه الـ H. pylori بتتشابه مع الكمبيالوباكتر اللي قلناها في الآتي موتايل، لكن الفرق هنا الموتيلتي حقها في مالتيبل بولر، لكن هنا كانت عملية 1 بولر. النقطة الثانية كمان تتشابه مع الكمبيالوباكتر ان الميديا نفسها ساكروز ميديا، لكن هنا بتكون slower grower، بتحتاج من 3 إلى 6 أيام عشان تنمو. النقطة اللي بعدها كمان بتتشابه مع الكامبيالوباكتر انها كمان مايكرو ايروفيليك، عاوزة فقط 5% من الاكسجين عشان تنمو. النقطة التي بعدها كمان تتشابه مع الكامبيالوباكتر انها اوكسيديز بوزيتيف، لكنها تختلف عن الكامبيالوباكتر في الاتي. اول موتيلتيك زي ما قلنا هنا بتكون مالتيبل بولر ونسميها لوفوترايكس، وهنا بتكون سنجل بولر ونسميها مونوترايكس. النقطة الثانية في اليوريز، اليوريز موجود في الهيليكوباكتر بوزيتيف لكنه في الكمبيالوباكتر نيجاتيف. التمبريتشر هنا بتكون ميزوفيليك، بتنمو عن 37 درجة مئوية، لكن في الكمبيالوباكتر ثيرموفيليك، عاوزة بتنمو عن 42 درجة مئوية. الديزيز هنا بيكون بتعمل جاسترايتس، بيبتيك ألسر، وممكن الميليجنانسي، لكن هنا حيحصل فقط انتيروكولايتس. طيب تعالوا نشوف المورفولوجي والكالشر. المورفولوجي أول، المورفولوجي بالتأكيد دي جرام نيجاتيف رودز اس شيب، موتايل نان كابسوليتد ونان سبور فورمينج. النقطة الثانية المهم فيها الموتايل، وزي ما انتم شايفين في مالتيبل فلاجيلم موجودة في بولر واحدة، وذلك نسميها اللوفوترايكس. الكالشر حقها كالآتي زي ما قلنا، هي مايكرو ايروفيليك، بتحب الرطوبة بشكل كبير. نعملها انكوبيشن at 37 degree centigrade for من 3 إلى 6 days. لما تنمو تعطينا بين بوينتس وترانسبيرنت كولوني. احنا عشان نشوف الكولوني دي نروح نعملها بايوكيميكال رياكشن، حنشوفها في الدياجنوسيس. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس اللي بتعملها خطوة خطوة. أول أمر بتنتقل بالفيكل أو الروت، وتنتقل من بيرسون إلى بيرسون، وبالتالي هذه البكتيريا كده يسموها الفاميلي ترانسميشن. إذا واحد في أفراد العائلة مصاب بالإتش بايلوري، يفترض بقية أفراد العائلة يفحصوا الإتش بايلوري. ليش؟ لأنه بتنتقل من بيرسون إلى بيرسون، وبتنتقل عن طريق الفيكل أو الروت. النقطة الثانية ان معاها مالتيبل بولر فلاجيلم، يعني عده فلاجيلم معاها وبولر، وهذه حتميزها او تعطيها صفه البنتريشن. فتخيلوا اذا حصل كونتامينيشن وجاءت البكتيريا اللي هي الاتش بايلوري، حتوصل الى بالمالتيبل بولر، حتعمل بنتريشن، وبالتالي حتهرب من الاسيديتي اللي موجوده في الجاستريك فلويد، وحتنزل الى الميوكاس لير، وحتوصل الى الابيثيليال سيل. النقطة الثالثة إنه البكتيريا دي معها الأدهيسين، عبارة عن بروتين بيعملها أدهيشن أو أدهيرنس على عملية الإبيثيليال سيل. النقطة الثالثة إنها بعد ما يحصل لها أدهيرنس بتطلع اليوريز إنزايم، فلما تطلع اليوريز إنزايم هيحول اليوريا إلى أمونيا، وبالتالي هيخلي الوسط كده زي ما أنتم شايفين، هيخلي الوسط أمونيا كلاود، سحابة من الأمونيا. هذه السحابة من الأمونيا هتؤدي إلى دمج في الميكوزا. النقطة الرابعة انه كمان البكتيريا دي معها الميوسينيز، الميوسينيز ده يعمل ليكوفيكيشن للميوكس، كمان بيروح بيكسر عملية الميوكس، فيؤدي الى الاتي، الى انه في معايا الميوسينيز اللي حصل، وبالاضافة الى عملية هالة الامونيا كلاودز دي كلها بتؤدي الى انه يحصل عملية لوس للبروتكتيف ميوكس. ف
فدي انه وانس انه حصل عمليه انه البروتكتيف ميوكس خلاص حصل له ديستراكشن، حتؤدي الى الجاسترايتس. بعد ما تؤدي الى الجاسترايتس ممكن تتفاقم المشكله. البكتيريا دي ممكن يكون معها عمليه اذر توكسين نسميه فاكيوليتنج سايتوتوكسينز ويسموه الفاك اي. الفاكيوليتنج سايتوتوكسينز ده عباره عن ايش؟ عباره عن تشانلز تروح تدخله في الابيثيريال سيل، فلو ما تدخل الشانل ده في الابيثيريال سيل تروح تسحب كل النيوترينتس وبعد كده يحصل ابوبتوزس للابيثيريال سيل. هنا وانس انه حصل هذا الموضوع هيحصل مور انفلاميشن وبالتالي مور دامج وبالتالي هيحصل لوس للعمليه للميوكس اللي بيعمل البروتكشن. مش كده وبس، هتؤدي هنا لنتيجه الكومبليكيشنز دي هتؤدي كمان الى البيبتيك ألسر. النقطة التي بعدها السابعة كمان معها توكسين نسميه السيتوتوكسين اسوشيتد بروتين ويسموه الكاج اي. ده محمول على الباثوجينيسيتي ايلاند، اخذناها زمان وهي نوع من انواع ترانسبوسبل جينيتك اليمنتس، يعني بمعنى اخر انها ما تتكاثرش هذه لوحدها، لابد تنتقل من كروموسوم الى كروموسوم او من بلازميد الى كروموسوم او من كروموسوم الى بلازميد. هذه من اسمها باثوجينيسيتي بتحمل عملية الجين المسؤول عن الباثوجينيسيتي. هنا عندها القدرة انه معاها جيل لو ما يدخل الاميون سيستم يتفاعل معاه ويروح يطلع انترلوكين 8. الانترلوكين 8 ده كيمو تاكتيك بيروح بيعمل اتراكشن للنتروفيل، فبالتالي تخيلوا لما تيجي النتروفيل زي ما انتم شايفين هيحصل مور انفلاميشن، ولما يحصل مور انفلاميشن هنا هيحصل مور دامج. غير كده انه التوكسينز اللي هو الفاكيوليتنج توكسينز والسايتوتوكسين اسوشيتد بروتينز دول ممكن يؤدوا الى الميلجنسي. تعالوا نشوف الانيميشنز ده اللي امامكم الان. انه طبعا دي عمليه الميوكس زي ما انتم شايفين بالاصفر، ودي خلايا الابيثيليال سيل. هتيجي الان طبعا دي عمليه الاندوثيليال سيل والكبري. شايفين البكتيريا هي جاءت وبالمالتيبل بولر استطاعت انها تنزل الى الميوكس وتستقر بالادهيرنس على الابيثيليال سيل. بعد كده حتروح تطلع زي ما قلنا التوكسينز اللي قلنا عليهم، حيحصل الانفلاميشن وبالتالي هنا حيحصل عمليه الميون سيستم يتفاعل، وبالتالي حيحصل ديستراكشن للميوكس ده بالكامل. الميوكس ده بالكامل حيحصل انفلاميشن وحيحصل ديستراكشن للميوكس، وبالتالي هتؤدي الى زي ما قلنا انه في جاسترايتس وبعدين في بيبتيك ألسر وممكن بعدين في النهايه يؤدي الى التيومر. اذا نذكر بالديزيز، حيحصل جاسترايتس في البدايه، حيتطور الى بيبتيك ألسر وممكن يتطور الى عمليه الجاستريك كانسر. في حاجه ممكن كمان تحدث يسموها جاستريك ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو، عباره عن تجمع لقضيه الليمفوسايت، فيسموها كده يسموها جاستريك ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو. طيب تعالوا نشوف كيف نعمل لاب دايجنوسيس. في اللاب دايجنوسيس في معنى نون انفيسيف تيست وفي معنى انفيسيف. نبدا بالسهل باللي هم النون انفيسيف. اول واحد الفيكال انتيجين تيست. الفيكال انتيجين تيست ده عباره عن ان احنا بنجيب الستول ونخلطه نعمل ميكسينج بالبفر، ولما نعمل ميكسينج بالبفر نتاكد انه حصل يعني الميكسينج بشكل كويس، نروح على طول نجيب البفر ده اللي قدمناه الستول وخلطناه وعملنا ميكسينج، هنروح نحطه في الكاسيت في المكان المخصص له، وبالتالي ننتظر الى 10 دقائق حيحصل النتيجه بالشكل ده. اذا كان بوزيتيف حيكون الكنترول والتيست حيكونوا بوزيتيف، ولذلك بنقول عليها تيست بتتعمل على طول. وعلى فكره برغم انها بالمستور لكن دي مهمه جدا في قضيه دايجنوسيس ومتابعه الفولو اب للبيشنتس للتريتمنت. النقطه الثانيه اللي هي سيرولوجيكال ديتكشن، دي بنعمل ديتكشن للانتي بوديز لكن حقها السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي ما هياش قويه. النقطه الثالثه اللي هي النون انفيسيف تعتبر كمان اللي هي اليوريا بريت تيست. كل ما في الموضوع اليوريا بريت تيست عباره عن بنجيب كبسول، الكبسول فيها عمليه النظير الكربون مرتبط باليوريا، يعني نستخدم رقم 13 او 14، فنخلي البيشنتس يبلع الكبسوله دي. الكبسوله دي لما يبلعها اذا البيشنتس عنده اليوريز في الاستومك حيتكسر الى امونيا والى ثاني اكسيد الكربون اللي هو النظير، فبالتالي احنا حنقيس ثاني اكسيد الكربون النظير في النفس، فاذا حصلناه معناه انه الشخص عنده يوريز وبالتالي عنده الاتش بايلوري. كيف نعملها؟ نعملها كالاتي. اول امر انه نخلي البيشنت يعمل البريث الى الفيرست باج،
قبل ما ياخذ عمليه الكربون النظير ده يبدا يعمل بريك في الفيرست باج. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه على طول بعدها مباشره يبدا يبلع الكبسوله اللي هي زي ما قلنا فيها الكربون النظير واللي مرتبط مع اليوريا وعلى طول معها 100 ملي ماء. فبعد كده على طول ممكن يمدد المريض، يفضل انه يمدد على الليفت سايد لمده 5 دقائق، بعدها يجلس الجلسه الطبيعيه لمده 20 دقيقه، بعد ال 20 دقيقه دي نروح نجيب الباقي الثانيه ويعمل كولكشن للبريث للتنفس بشكل مره اخرى في الباقي الثانيه. بعد كده طبعا احنا معنا 2 باجز، وحقول لكم ايش اللي ممكن يعملوه في بعض المعامل. ونروح نعمل ميجر للي هو ثاني اكسيد الكربون اللي هو كمان النظير، وبالتالي المفروض تطلع النتيجه اكثر من 50. طبعا التكنيكس اللي يتم كالاتي: في بعض الناس ما عاد يعملوش الباقي الاول، يعملوا فقط الباقي الثاني. هذه النقطه الاولى. النقطه القضيه ان اكثر من 50 بتعتمد على الانسترومنتس. في انسترومنتس معينه يقول لك انه ليس بالضروره اكثر من 50 اذا ظهر عمليه انه في معنا ثاني اكسيد الكربون مشع بكميه، فنقول دي خلاص انها بوزيتيف. اذا ما ظهرش معناها انها نيجاتيف. النقطه المهمه جدا في اليوريا بريت تيست انه في فولس نيجاتيف ممكن تظهر منها. يعني ما معنى فولس نيجاتيف؟ ان الشخص مصاب لكن نتيجه لانه بيستخدم انتي بايوتكس او بيستخدم البروتون بامب انهيبيتور او بيستخدم الاتش 2 بلوكرز، هذه بتعمل انه بتخلي التست بتطلع فولس نيجاتيف. ليش؟ لانه هذه الاشياء بتروح بتعمل انهيبيشن لليوريز اكتيفيتي، فبالتالي الشخص ده كانه هو مصاب ويظهر في النهايه النتيجه تظهر نيجاتيف. ولذلك يفترض ان البيشنتس يوقف هذه الاشياء خاصه الانتي بايوتكس قبلها بشهر، البروتون بامب انهيبيتور قبلها باسبوعين، الاتش 2 بلوكر قبلها حتى ب 48 ساعه. طيب هنا تعالوا نشوف النون انفيسيف تيست اللي هم زي عمليه كمان الملوكلر. ممكن نعمل بي سي ار او بالريال تايم بي سي ار بالجاستريك جوس، وبنعمل من الفيسس او نعمل كمان من البايوبسي. الانفيسيف بروسيجرز اهم واحده وهي طبعا المور سبيسيفيك مور سنسيتيف اللي هو الاندوسكوبي اللي بنسميها الرابيد يوريز تيست. كيف اللي بيروح بيعمل؟ طبعا بيعمل منظار. لما يعمل منظار بناخذ عينه الجاستريك بايوبسي، فناخذ عينه بالمنظار ونطرحها في المكان اللي بنسميه الرابيد يوريا تيست، فبنطرح العينه في نفس المكان المخصص. فلو عنده البكتيريا حيكون عنده اليوريز، وطبعا التيست ده هو فيه اليوريا السبستريت يوريا. فلو طرحنا القطعه اللي اخذناها بالمنظار وطرحناها في المكان المخصص وفيها اليوريز، حتكسر اليوريا وحيظهر باللون البينك خلال ساعه واحده. فدي مور سبيسيفيك مور سنسيتيف لانها جايه اساسا من قطعه من المنظار. النقطه الثانيه ان احنا ممكن نعمل العينه اللي اخذناها اللي هي الجاستريك بايبسي سبيسيمن ونعمل لها منسنج، يعني نروح نفرمها مع السلايم، وبعد كده نروح نعمل كلشر في الساكروز ميديا ونعمل انكوبيشن زي ما قلنا لمده من 3 إلى 6 أيام. حتطلع الكولونيز، نروح نعمل ايدنتيفيكيشن لهذه الكولونيز. كمان ممكن نعمل بقضيه المنسنج اللي عملناه مع السلايم، ونروح نعمل جرام ستينينج، فحنشوف الجرام ستين اللي هو عمليه الكيرفد او الجرام نيجاتيف اللي هي الكيرفد او اس شيب. التريتمنت بالتاكيد هنا التريتمنت لها كومباينيشن اوف تريتمنت، ففي تريبل تريتمنت يعني علاج ثلاثي. العلاج الاول الثلاثي اللي هو بيستخدموا عمليه اللانسوبرازول والكلاروثمايسين والميثلتازول او تيندازول. هذه العلاج الثلاثي الاول. العلاج الثلاثي الثاني ممكن يستخدموا كلاريثرومايسين او موكسيسيلين او ميثلتازول والامبرازول. العلاج الثالث اللي هو الان اصبح رباعي وليس ثلاثي، انهم بيضيفوا الى بالاضافه الى الكلاروثرومايسين والامبرازول والتندازول بيضيفوا له الموكسيسيلين. هذا بالنسبه كنت معكم فيما مضى حول الاتش بايلوري، تكلمنا على الجنرال فيتشرز والباثوجينيسيس واللاب دايجنوسيس والتريتمنت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.